اوكي، السلام عليكم. فهلا اليوم هذا الدرس راح يكون الدرس 20، وكمان هو درس جرامر. ودرس 20 هو تتمة للحكي اللي كنا عم نحكيه على past tense اللي هو الفعل الماضي. نحن قلنا من اول انه بالافعال النظامية الفعل بنستعمل الفاعل نفسه. الفعل اذا كان نظامي بنحط ايدي او دي على حسب الفعل، أو إذا كان مو نظامي نستعمل الصيغة الماضية للفعل ومنكمل الجملة. في نقطة بننتبه عليها، إنه لا تنسوا وقت بتكون الفعل الحاضر، تتذكروا إنه بماضي الفعل الحاضر إذا كنا عم نستعمل صيغة الغائب المفرد اللي هي شي أو هي أو إت، بنحط بآخر الفعل بنحط إس. مثلا هي رانز، شي رانز، عرفتوا كيف؟ هذا الشيء مو موجود بالفعل الماضي. بالفعل الماضي حرف الاس كله مو موجود، ونفس الصيغة بنستعملها بغض النظر عن مين الفاعل. فمثلا I ate salad، she ate salad. ما بنقول she ate salad، ولا بنقول he ate salad، بتضل she ate he ate we ate. نفس الصيغة، لاحظوا ما تغيرت، ما الصيغة الماضية ما تغيرت. إن كان الفعل هي أو شي أو it أو they أو you أو I، ما بتفرق. نفس الصيغة إن كان نظامي وإن كان غير نظامي. الأس يلي بنستعملها بالفعل الحاضر ما بنستعملها بالماضي أبدا. هاي أول نقطة بهالدرس. النقطة الثانية، إنه كيف نحول الجملة العادية اللي هي بالفعل الماضي، كيف نحولها لصيغة سؤال، وكيف نحولها لصيغة نفي. شو بنعمل؟ مثلا عندنا فعل have، الماضي تبعه had، ما هيك؟ إذا جملة فيها have بنحولها لسؤال أو لصيغة النفي. من أول شيء بنجيب فعل did. did هي الصيغة الماضية لفعل do، ومنحط صيغة الفاعل، بعدين نستعمل الصيغة الحاضر البسيط للفعل ومنكمل الجملة. فهمتوا علي؟ خليني ارجع اذا مرة تانية. مثلا اذا انا بدي اقول I had، يلي هي بالصيغة الماضية، breakfast. انا اكلت breakfast. I had breakfast. إذا بدي صيغة بالماضي، إذا بدي حطها سؤال بالماضي، إذا بدي صيغة عادية بالماضي، جملة عادية حطها بصيغة الماضي، بتصير I had breakfast. فالحاضر I have breakfast، الماضي I had breakfast، ما هيك؟ هلأ كيف I had breakfast نعملها بالسؤال؟ بصير did، بجيب فعل did اللي هي صيغة الماضي تبع do. You أو I have، رجعت الصيغة الحال الأصلية تبع الفعل تبع الما تبع الحاضر. إمتى صيغة الماضي؟ لأني استعملت did ورجعت الصيغة الأصلية تبع الحاضر وكملت الجملة. فهي صيغة did هي حلت محل الفعل الماضي had. فجوابه بيكون No, I did not have breakfast. أو اختصارا No, I didn't have breakfast. أو مو شرط نكمل جملة breakfast كلها، بنقول No, I didn't. بس didn't هي اختصار did not. اختصار did not بصير didn't. لاحظوا كيف حطينا، وصلنا ال N مع did، قمنا ال O حطينا بدالة فاصلة وال T. خليني أعطيكم سؤال، مثال تاني مشان نوضح. عندنا كلمة read يلي هو معناتها يقرأ أو أقرأ، الماضي تبعه read، تنكتب نفس الطريقة بس تنقرأ غير. فالحاضر read، الماضي read، نفس الكتابة بس غير قراءة. فمثلا بقدر أقول أنا I أو مثلا they read their homework، هيك الصيغة الأصلية they read their homework، الصيغة الماضية they read their homework. كيف هيدا نعمل السؤال؟ منقول did، جبنا الفعل الماضي تبع فعل do. did they read، رجعنا الصيغة الأصلية تبع الفاعل their homework.
فهمتوا علي؟ فكلمة read اللي هي الصيغة الماضية إبناها جبنا بدالها فعل did اللي هي الماضي تبعده ورجعنا الصيغة الأصلية تبع الفعل وكملنا جملة. الجواب بيكون yes they did read their homework أو yes they did، ومش شرط نكمل بقية الجملة. مفهومة بقية الجملة؟ مفهومة إنه yes they did وخلاص، مش شرط نكملها كلها. سؤال ثالث، عندنا كلمة hear يلي يعني أسمع أو يسمع، الصيغة الماضية تبعها heard. أوكي، هاي مخالفة للقاعدة بس نحكي فيها بعدين. heard، لأن لاحظوا ما حطينا إيه. hear الماضي تبعها heard. أوكي، إذا بدنا نستعمل الجملة بالصيغة الأصلية الحاضر المفرد بنقول مثلا she hear noise، هيك. الصيغة الماضية بنقول she heard noise. أوكي، طيب كيف جملة she heard noise كيف نعملها بصيغة السؤال؟ منجيب did يلي هي الماضي تبع do، منقول did she hear that noise. أوكي، رجعنا الصيغة الأصلية للفعل وكملنا جملة، نقول did she hear that noise. الجواب no she did not hear that noise أو no she didn't، ومو شرط نكمل hear that noise. إن شاء الله تكون الفكرة وصلت، وإذا حدا عنده سؤال يسألني. هلأ الوظيفة، بدي إياكم تغيروا لي هدول الجمل، لكل جملة كنت اسمه تحولوا لي إياهم لصيغة الماضي. انتبهوا بعض الأفعال فيهم S وبعض الأفعال ما فيهم S. أوكي، مثلا we wash our clothes هي ما في، هي هذا الفعل ما في S، في بعض الأفعال فيها S. بغض النظر كل هالجمل بتكون بدي إياكم تنقلوا لي إياهم لصيغة الماضي. هذا أول قسم من الوظيفة. القسم الثاني من الوظيفة، عندكم هدول الجمل بدي إياكم change sentences to question. كل واحدة من هدول الجمل بدي إياكم تصيغوا ليها بصيغة السؤال، فيعني I traveled to Europe غيروا ليها لصيغة سؤال. The bride العروس هي غائب مفرد، looked very pretty هذا looked هي بصيغة الماضي، I traveled بصيغة الماضي. Jason played هي صيغة الماضي basketball. They drove يلي هي الماضي تبع drive يلي هو يسوق سيارة مثلا، they drove to Atlanta صيغة الماضي هي الحاضر drive. okay، بتلاقوهم كلهم هذول بالقائمة. Jessica works هي شو اسمه فعل غائب مفرد وفي بآخر S، long hours ساعات طويلة. فكل واحدة من هدول الجمل بدي اياكم تغيروا لي اياها لصيغة سؤال، واللي عنده أي استفسار لا تتردد تسألني. والسلام عليكم ورحمة الله.